إلى الشأنية الأمنية الآن، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر للشرطة القضائية بفرقة البحث وتدخل بيري من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، حجزت 2.70 طن من المخدرات من نوع القنب الهندي و1617 قرص مهلوس، كما حجزت مركبتين من نوع رونو فانتانك ورونو تيبي. هواتف نقالة أيضا، شبكة كانت تنشط بين العاصمة والغرب الجزائري. أحمد صفوان عيسي. المدة المستغرقة في العملية فاقت 3 أشهر بعد كد وعمل مضني ليلا نهارا. وللعلم أن هذه الشبكة خطيرة نتيجة العناصر التي تشكلها، حيث وجدنا مقاومة عنيفة، وبفضل التكوين الذي تلقته هذه الفرقة تمكنوا من السيطرة دون إحداث أشياء خطيرة. بالنسبة للبعد، البعد هو دولي، c'est une marchandise qui est destinée à l'exportation vers لافريك اي لوروب. هذه مختصة في الاتجار الغير الشرعي بهذه المادة، مسبوقين قضائيا. نعم، الشبكة تتكون من 8 أفراد، تم إيقاف فردين وبصعوبة كبيرة، وأعي ما أقول، والآخرون ما زالون محل بحث.